اهلا بيكم في حلقه جديده من عرب وود، واللي بنبداها معاكم النهارده من لبنان. وهناك كنا مع نورهان في كواليس تصوير احدث كليب ليها بنت بلد، واحنا عارفين طبعا انها تعرفت بجرأتها في بدايه مشوارها الفني، فهل هتتخلى عنها في اعمالها الجديده ولا لا؟ ده هنعرفه مع بعض. كمان كانت ترددت بعض الاخبار عن انفصالها عن جوزها، يا ترى ايه حقيقه ده برضه نورهان ردت عليه في لقائنا معاها. لكن ما نقدرش ننسى ان المخرجه ريندا لقديح كمان كشفت لنا عن مفاجاه مدويه في لقائنا معاها، اظن انها هتبسط كل جمهورها. فضلت نورهان تصوير اغنيه شعبيه باللهجه المصريه فيديو كليب بدلا من اغنيتها الاخيره اونلاين. اغنيه بنت بلد هي كلمات والحان الشاعر والملحن رامي الامين من مصر، بتشبه اغانيه السابقه اللي حبوها العالم كثير مثل سلاسل فضه، مثل حبيبي يا عيني، مثل الشيشه يا معلمه. عم نصورها مع المخرجه المبدعه ريندا لقديح. كمان اتعاونت فيها مع المخرجه رندال قضيح اللي واضح ان في بينهم كيمستري قويه. هذا رابع كليب انا ونورهان، الغنيه مصريه بتقول انا بنت بلد، حبيت هيك اعكس الكلام شوي، وفي هيك مساج انه دائما الرجل في محلات رح حط عيونه عم بتنقوزه من ورا باب، انه الرجل دائما بيشوف المراه يمكن بصوره ثانيه. نورهان هتظهر في الأغنية بأربع إطلالات مختلفة، فيا ترى هيكونوا مثيرين للجدل كعادتها؟ اثنين أسود، وحدة أحمر ووحدة سيلفر، مثل العادة من أول ما بلشت فن، يعني مثل ما بيقولوا مثيرة للجدل، ويمكن هيك رح ضل ما بعرف. معتزة جدا باللون المختلف اللي بتقدمه، وكمان وضحت إنها جريئة بس بحدود، لانه في فرق كبير بين الجرأه والوقاحه. انا ما بتخطى طبعا الجرأه لاوصل للوقاحه، اكيد لازم اكون جريئه لحتى يعني الناس بتحب تشوف شيء حلو، يعني اذا يعني انا مش ستيلي اني البس عبايه مثلا وغني، عرفت؟ في ناس عندهم هيدا ستيل بس مش انا. وشفنا بالكواليس زوجها عدنان الديراني واللي دايما بتلاحقها شائعات الانفصال عنه. لا هو جوزي معي ما انفصلنا، بس ما بعرف ليه العالم دايما بتحب تطلع هيك اشاعات، الله لا يقدر يعني، طبعا هي اسمه ونصيب بس لا ما انفصل. اما اكبر مفاجاه قالتها رندال قضيح ان احنا هنشوفها الفتره الجايه بشكل جديد كمغنيه. مش هدفي غني، مع انه كممثله ممكن يطلبوا مني شي مشاهد انه في تمثيل مع مغنى. عامل الغنية من زمان، هي فرنسوية وفيها كم كلمة عربية وضبيتها، سجلت عند هادي شرارة وكنت جدية وكل شيء انه نزلها هيك تحدي، فسمعتها من فترة لكم شخص فحنزلها، ليش لا؟ ما يعني ماني خسرانة شيء وماني عم بتعدى على حدا، ورح صورها كليب كمان تحدي لإلي.